بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. أعزائي الكرام، حنا كنتواجدوا في مدينة وادلو. مدينة وادلو كتبعد على مدينة فشاون ب 40 كيلومتر، ومدينة تطوان حتى هي شي 45 كيلومتر. طبعا هي تبع العمالة إقليم تطوان. مدينة جميلة، مدينة سياحية، الجبال، سهول، البحر. أعزائي الكرام، غادي نصور لكم واحد شقق اللي هي ممتازة، فخمة المسبح ديالها اللي كتبعد بين وبين البحر، شاطئ البحر 140 متر، بين وبين البحر 140 متر. الشارع هذا هو البحر، الشاطئ يعني هذا الشارع هذا هو اللي كيفصل بينهم بين هذه الشقق. تبعوا معنا الشقق حتى الاخير، واهلا وسهلا بكم اعزائي الكرام. الثمن دائما غادي يكون قابل للتفاوض، واللي بغى يزور هذه المدينه السياحيه الجميله يدخل على جوجل ويكتشف هذه المنطقه اللي هي جميله جدا وممتازه، اللي كتمتاز بالسياحه ديالها وبالمناطق ديالها الجميله، يعني من الجبال والسهول والبحر. واهلا وسهلا بكم اخواني الكرام. هذا اللي كتشوفوا العمارة هي هذه، كما كتلاحظوا اخوان الكرام الجبال، وهذا الشارع الرئيسي ديال وادلو اللي كتبعد بينه وبين الشاطئ 120-140 متر كاري، هي اللي كتبعد بينه وبين البحر. وغادي تكتشفوا معنا هذه الشقق الجميلة والممتازة بأثمنة جد مناسبة أعزائي الكرام. هنا غادي نصوروا لكم هذه العمارة وغنكتشفوها كاملين، والثمن غتلقاوه على الوصف ديال الفيديو. وهذه هي العمارة إخواني الكرام، فهمتي؟ هنا غادي نشوفوا الواجهة ديالها، ديال هذه العمارة هذه، وهذا الشارع الرئيسي اللي في منطقة سياحية. طبعا محلات تجاريين، وكتفصل بين وبين البحر 140 متر اللي كيفصل الشارع الرئيسي اللي كيفصل هاد العمارة فقط. إخوان الكرام، هذه هي باب العمارة. طبعا دخلة ديال العمارة أعزائي الكرام، كاميرات سيرفيونس مراقبة. لا، وهذا الشارع الرئيسي. بسم الله على بركة الله. واللي بغى محلات تجاريين كوميرسيال كاينين موجودين، بسم الله على بركة الله. هنا دخلة بالرخم، وهذه دخلة ديال العمارة أعزائي الكرام كما كتلاحظوا دابا حاليا، تبارك الله ما شاء الله. هذه عيد دخلة ديال الإقامة كما كتلاحظوا. هنا كاين واحد المسبح عبارة عن كمان. السلام عليكم. شقق فخمة، إقامة راقية جدا. وهنا كاين مسبح الدراري صغار كما كتلاحظوا اعزائي الكرام، عباره عن ديكور ديال كمانجا. وهنا كاين حديقه ديال الاقامه، مسبح كبير وداير بالرخم، ما شاء الله شي حاجه جميله جدا. نعاود نكرر اخوان الكرام، منطقه وادلو اللي كتبعد على مدينه فشاون ب 40 كيلومتر، ومدينه طنجه مدينه تطوان 45 كيلومتر.
غادي نصور لكم واحد الشقه نموذجيه اليوم غنشوفوا عليها الشقق الاخرين. يعني كاين اللي هما شقق كبار وكاين اللي صغار. اعزائي الكرام، هذا مسبح كما قلنا داير بالحديقه ديالو في وسط الاقامه، وسط الاقامه هنا زاويه واحده اخرى. تبارك الله، هذاك الشيء راقي جدا. الدخله كنا كتبعد من الشاطئ ديال واد لو بواحد 120 حتى 140 متر كاري، يعني شاده بين كفصلهم غير الشارع الرئيسي اللي كيفصل هاد الاقامه هذه. بسم الله على بركه الله، هذه اللي فيها شقه اللي فيها 110. كما كتلاحظوا كاين مع الدخله كاين هاد الصالون هذا اللي هو عنده الشرجم ديالو كيشوف لابيسين والاقامه. كما كتلاحظوا الشارع الرئيسي كيشوف الاقامه الداخل. وكاين هنا هذه شقه نموذج اللي فيها 110 ديال المتر. هذا كاين حمام، سمح لنا الضوء ما نطلقش، حمام ودوش. هنا كاين بيت حتى هو بالدوش ديالو، بيت النعاس بالدوش ديالو كما كتلاحظوا اعزائي الكرام، طواليت ودوش. وهنا كاين بلاكار كوليس جوده ديال العود كما كتلاحظوا. هاني جميل جدا. وكيشوف من هاد الكروار هذا. اذا بيت وبيت واحد اخر حتى هو كيشوف الكروار. هي جوج بيوت، جوج حمامات، وسط الدار صالون كما كتلاحظوا بحال سيجور كبير كاين هنا. وهنا كاين كوزينه ايكيبي حتى هي كتشوف البركو. كوزينه ايكيبي جميل، الجفره ديالها قلنا اخوان الكرام هاد الشقه هادي اللي فيها 110 متر. هنا كاين لافابو طبعا، وهنا كاين صاله كبيره كما كتلاحظوا حتى هي بلاكار ديالها كويس كما تلاحظون، زلدي جرخم. وهنا من الصاله كاين باركو، كاين واحد هنا واحد كروار مشمش كيشوف الشمس. غادي يكون واحد المساحه ديالو متر ونص على 5 متر تقريبا. باركو هذه سفليه كنموذج. حنا غادي نشوف لكم شقه واحده اخرى عاوتاني ان شاء الله. وهنا كاين بين الكوزينه ايكيبي وكاين السيجور لهيه صاله، كاين هاد البلاكارات هادو كما كتلاحظوا، ودايرين لها طبي ديالها بالرخم كما كتلاحظوا الاخوه الكرام. انت كتشوفوا صوره من البعد. يعني في صاله جميله جدا وشقق مبنيين راقيين، منطقه هادئه وممتازه. طبعا كاين العماره مجهزه باربعه ديال الاسانسور النوع الممتاز، أربعة ديال الأسانسور العمارة مكونة. حنا غنشوف لكم برومينيطاج من السفلية اللي فيها 110، حاليا دابا غادي نشوفو برومينيطاج اللي فيها 80 متر كاري. أعزائي الكرام، هذا كروفر هنايا، بسم الله على بركة الله، هذه فيها 80 متر مع الدخلة ديالها. كنلقاو هاد الكوزينة تا هي إيكيبي. سد اخي سد، مش اسمع. صافي سديتها
سامعك صافي زديت ديك زوينك الشقة عندها لي باركو تما كتشوف زوين اه صافي الله يجعل البركة شكرا كنحاج الله يكبر بك هنا اعزائي الكرام نودعكم واقول لكم طبتم اينما كنتم غفر الله لنا ولكم الى عقار اخر ان شاء الله بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي الكرام شقق فاخره ممتازه غادي نلقاو الأثمنة ديالها مكتوبة على الوصف ديال الفيديو وأهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام نودعكم وأقول لكم طبتم أينما كنتم غفر الله لنا ولكم إلى عقار آخر إن شاء الله بحول الله وتحياتي لكم الله يشفي مرضانا ويرحم موتانا يا رب والله يسهل على كل واحد ويرزق أي واحد إن شاء الله سبحانه وتعالى بقبر الحياة وأهلا وسهلا بكم إلى عقار آخر إن شاء الله بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.